تقول سائلة: إني حامل ولكني مريضة. إني حامل ولكني مريضة بالقلب، ونصحني الطبيب بإنزال الجنين علما بأنني في الأشهر الأولى، فماذا أفعل؟ هذا لا يجوز إنزال الحمل إلا إذا قرر لجنة طبية إن بقاءه خطر على حياة الأم. إذا قرر لجنة تتكون من 3 أطباء موثوقين أن بقاء الحمل فيه خطر على حياة الأم، فهنا يجوز إنزاله. نعم.